بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الجروب القوي اللي قاعد ينافس إدارة النادي في تغطية كل سباق يصير على نادي راشد، وهو الدعم الكبير للمدربين البحرينيين والفرسان البحرينيين والملاك البحرينيين. نتكلم عن شوط اليوم إن شاء الله كأس البحرين الفضي، شوط قوي، شوط مهم حق الأهالي. منافسة راح تكون قوية. بداية اللستة كنا يعني نحاسب ليونكس الجريجو، بس بعد الديكليريشن اللي صار أمس طلع عندنا مفاجأة قوية لازم نحسب لها ألف حساب، اللي هو البطل عزيز الغني على التعريف، بطل كأس العيل الوطني، والمفروض كان يشارك في الدوحة بس الله ما أراد. فإن شاء الله راح يكون منافس جدا قوي بينضم إلى خيل الأهالي اللي بينافسون خيل ألن. بكون مشارك ثلاثة رؤوس، مخبر المعالي هاتشي تبالي، المخبر بقيادة فارس محمد صفار فارس الاسطبل، والمعالي بقيادة المخبرم حسن الصفار، وهاتشيتا الفارس الأول للاسطبل مايكل أراس. نتمنى أن تكون منافسة شريفة قوية، تشد أي مشاهد أنه يحضر حتى السباق ويتمتع بجو السباق في هذا اليوم. وإن شاء الله كترشيحاتي لهالشوط راح يكون عزيزي. يونكس الجريجو ما قدم المستوى المطلوب اللي قدمه العام، فإن شاء الله نفس ما نتمنى تكون رباعية حالية، وعشان لا يقولون واحد أحسن من الثاني. المنافسة راح تكون أتمنى، لأننا داش منافسة قوية ثلاثة رؤوس، مو لمنافسة ألن سميث، لا لمنافسة عزيز إن شاء الله. فإذا تمكنت بإذن الله أن نهزم عزيزي، هزمت بطل، وانهزمت يونكس الجريجو سبق وانهزمته في بداية الموسم. أول إطاحة حق يونكس الجريجو كانت الاسطبل العفو، وإن شاء الله راح يواصلون لهذا بإطاحة يونكس الجريجو. بتكون المنافسة بيني وبين ألن استبعاد عزيزي، عزيزي بيكون المرشح الأول. بنحاول وبكل جهدنا كطاقم اسطبل العفو ان احنا نحقق الكاس لثالث مره. مرتين استطاع الحصان مخبر يقدمها سنتين على التوالي، والحمد لله السنه توفقنا بخيل زينه من اختياري واختيار المالك ابراهيم العفو ومدرب الاسطبل الثاني رمز البغلاوه، واحنا هالثلاثه نشتغل كتيم واحد بالاضافه لاسطبل طاقم الفرسان محمد صفار مايكل اراس سيد صلاح. تعبنا كل التعب عشان نوصل بس لهالكاس، وان شاء الله خيل عفو تقدم مستواها، ونحاول كل جهد اللي نقدر عليه ان نغلب مو يونكس الجريجو، لا يونكس الجريجو ورقه وانتهت خلاص. نحاول نغلب البطل القادم، البطل المفروض يروح يشارك في قطر وفي دبي لسوء حظ البحرين انه ما قدر يشارك ولاسباب الكل يعرفها. اللي بيغلب عزيزي راح يغلب الشوط. يونكس الجريجو ورقه سهله نقدر نغلب، اما عزيزي ان شاء الله ان كان الفوز عند اسطبل الملاح، لو اسطبل العفو بيكون فوز واحد للاهالي. واشكركم على حسن الاستضافه.